مشاهدينا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده، حلقه بدايه اسبوع ان شاء الله بيكون اسبوع خير عليكم جميعا. حلقه يوم السبت شف امتياز دائما بتدللنا فيها وبتجي لنا رايقه من يوم الجمعه، بس اليوم جاي متوتره وعليها مش متوتره معجوقه معجوقه كثير اليوم. خلاص الحمد لله تجاوزنا موضوع التوتر، بس اليوم جاي نركض ومش ملحقه ومش مخلصه ومش بحضره وصفات. اول شيء اهلا وسهلا فيكم كلياتكم، كثير مبسوطه انه اليوم عم بشوفكم. يعني بتعرفي بتحسي انه انت عم تصوري كثير اشياء، بس لسه امبارح بقول لطارق وقيس كنت انا وياهم بتصوير سوا، بقول لهم قد ما اعمل اشياء حلوه بحياتي وقد ما يعني امبارح كنت اصور اعلان الحمد لله راح ينزل على كل التلفزيونات وهيك، بس قد ما اعمل اشياء بحياتي بهار ونار زي كانه كبرت انا وياه، كبرت انا والناس اللي بتحضرنا، فالحمد لله يعني بهار ونار ما عدت غير والناس اللي بتحضرني عليه عن جد غير. والله نيالنا ببهار ونار، يعني معنا شف امتياز ما حدا قدنا بصراحة. طيب احكي لنا شو عملتي لنا اليوم بالحلقة. والله على قصة المعجوق أو إيش عملت في الحلقة، روحت مبارح متأخر فقلت نعمل وصفات خفيفة لطيفة، لأنه إحنا حكينا يوم الاثنين ويوم الثلاثة راح تكون تحضيرات رمضان وحتى الخميس، ما راح نعمل كل هذا الأسبوع إلا التحضيرات اللي هون بده يوم، فعنا حلقة كتير مميزة يوم الاثنين للكبة، الثلاثة إن شاء الله عم بفك أو مش عارف ألخبطهم مع بعض، بدنا نعمل عجائن سمبوسك بيتية. حلو. فبدنا نعمل شويه تفريزات زي التوم زي البندوره زي هدول الاشياء اللي بس خديهم من الفريزر وتستخدميهم ما ياخذوا منك وقت. أوكي. فهذا ان شاء الله الاثنين والثلاثه. اليوم بدنا نعمل فكره جديده من الكباب بسموه كباب او صوره الكباب التركيه، اي وصفه جديده تعلمتها كثير حبيت ان اقول لكم اياها، ورح نعمل كساديه ولكن باللحم المفرومه هالمره مش بالجاج. مش بالجاج. ورح نعمل حلا سريع بسيط واخيرا اللي هو بلشنا الجو الحلو. بلشنا بالجو الحلو اخيرا خلاص يعني بلشنا نصيف، مع انه يعني انا يعني اخر حدا توقعت انه يكون مبسوط على هالاجواء هو الشيف امتياز. انا بس تضل الحراره اقل من 30 وانا مبسوطه. اوكي طيب علي. لا امورنا بالسليم اذا هيك هذا الاسبوع. يعني لا الحمد لله، فاليوم وصفاتنا خفيفه لطيفه سريعه وبحب كثير. هلا احنا مفروض اليوم عندنا جائزه كمان من دريم هوم ورويال، بس كالعاده قاعده اخبي كل الاشياء والمفاجات الحلوه للاسبوع الجاي. بس كوني قبل ما بلش الحلقه يا دان وبلش الوصفات الحلوين بدي اقول لدريم هوم اللي هن احدى شركائنا هون ببهار ونار، اللي هن الفرد الجديد من العيله اللي انضمت لنا، هي شوفوا وين راحت؟ هيها هون. كانت هون. طيب فانه دريم هوم هو يعني مكاني وبيتي الجديد اللي بحب اروح اخذ منه كل التفاصيل الحلوه سواء كان لبيتي او سواء كان لبهار ونار، راح تشوفوا معي تفاصيل اكثر من رائعه ان شاء الله بالصحون التقديم والجاطات والصحون الهنديه اللي طالعه هلا، الصحون التقديم الهنديه اللي طالعه كثير دارجه وموضه. هلا الحلو فيهم انسي كل هذا الحكي، طبعا لهم اربع فروع بثلاث فروع بتبربور والزرقاء وشارع المدينه المنوره، والفرع الرابع ان شاء الله انا فولت عليه مش عارفه راح يكون وين. يلا ان شاء الله. بس الحلو بدريم هوم لما تروحي بتحسي كانك في بيتك، اي حدا بيروح على اي فرع بدكم اياه اي شيء بينكسر ما بتطلع عليك، بيجي مسكوه بقول لك انكسر الشر وبقيموه. طريقه التعامل الاسلوب عندهم اكثر من رائع والخدمه اللي بيقدموها اكثر من رائع، اضافه انه عندهم ادوات منزليه من كل التفاصيل اللي تتخيلوها باسعار كثير 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 ممتازه، هي اقل سعر بالسوق. وكل هذا حطيه على جنب. أيوة. دائما بحب اشتغل مع الناس على انهم عيلتي. يوم الخميس كان عندي تصوير يا دانا ورحت اخترت اشياء للتصوير ونسيتهم وروحت، وصلت على البيت نزل من السياره في شيء بالسياره اوكي، فدخلت مرحله جلطه الا شحطه يعني، فرنيت عليه للسيد سامي بدي اوجه له، سامي الدعجه بدي اوجه له تحيه كثير كبيره، انا هلا رح انجلط الاغراض ضلت عندكم، بقول لي طيب طولي بالك، فبعثوا لي الاغراض على البيت بعد الساعه 11. فيعني اسلوب التعامل ايام كمان بهمك اكثر من المكان. أصبت. اللي عم تاخذي بس منه الاشياء صح، وبعدين حلو انك تكوني مرتاحه لما بتروحي على هيك اماكن، واحنا اكيد بنرحب فيهم مره ثانيه كمان، واهلا وسهلا فيكم معنا ببهار ونار، وشكرا على هالصحون اللي رح تقدموا لنا اياها، يعني عشان تطلع معنا دائما كل وصفاتنا باحلى هيك شكل واحلى سفره. طيب ايش رح نبلش اول وصفه؟ خلينا نبلش بالسرر الكباب التركي، وصفه جديده تعلمتها كثير حبيت فكرتها وبتلبق لكم كثير لرمضان سواء على السحور او على الفطور. يلا لسرر السلطاني التركي رح نحتاج لدجاج العز مقطع، رقائق الكولاج، رح نحتاج لبصله مفرومه، ثوم مهروس، فلفل رومي، باذنجان، بازيلا وجزر، كوب كريمه من كيري، ومعلقتين كبار صلصه بندوره، ملح من ساسي. رح نحتاج كمان لمعلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة صغيرة بابريكا، وبهارات مشكلة، وأكيد كل بهاراتنا من أبو خلدون كبتيلو، ومعلقتين كبار طحين ساسي، ومعلقة كبيرة زبدة.
بما انه احنا اخذنا المقادير والمكونات لاول وصفه، قبل ما تبلش الشيف امتياز تحضرها، حابه هيك اذكركم انه احنا معكم لايف عبر صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن. اذا عندكم اي اسئله اي استفسارات ابعثوا لنا اياها. بما انه اليوم كنا قاعدين عم نحكي عن موضوع العجله وعن موضوع اذا واحد بيكون مستعجل، بتحسوا انه اذا شيء صار معكم الصبح ونرفزكم بتضل كل اليوم منرفز ولا ما بضل كل يومكم منرفز؟ ابعثوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك شو رايكم بهذا الموضوع. شيف امتياز انا رح اجاوب عنك. ايوه جاوبي. انه اذا صار معها شيء خلص كل شيء وراه رح يضل مخربط ومستعجله و... ابدا لا ابدا تنسيها عن جد؟ والله كثير بفصل. اوكي ابدا. حلو حلو حلو. يعني هاي هذا موضوع، بس خلينا نبلش بالوصفه لانه وصفه اليوم هي سهله كثير وبسيطه كثير وسريعه كثير، ولكن بتاخذ شويه تحضيرات. اول شيء العز كمان حبايب قلبي، اليوم عندي اليوم تصوير شيء كثير حلو اوت دور بالمشاوي اللي عاملينها جديد. العز قلت لهم اليوم الصبح اي دجاج، ما لحقت اجيب الدجاج، بعثوا لي دجاج المسحب اللي رح استخدمه اليوم بالوصفه. يا بتستخدموا دجاج الصاجيه يا بتستخدموا المسحب، موجودين بكل فروعهم او عن طريق الابلكيشن الخاص فيهم. تمام، اخذته حطيته بس بالمقلاي. انا بالذات الدجاج بحب احطه بالمقلاي لحتى يتغير لونه، بعدين اضيف عليه بقيه المطيبات. هاي طبعا حشوه الكباب السلطاني اللي بدنا نستخدمه اليوم او نعمله اليوم منه الوصفه. رح اخذ بصله، انا بدي اياه شوي يكون البصل زي ما هو، ما بدي اياه يكون كثير كثير دبلان. راح اخذ شوي ثوم، فكرتها كثير غريبه هاي الوصفه بس كثير لذيذه. احدى الوصفات التركيه راح تعجبكم. وراح اخذ بازيلا وجزر، هدول طبعا مسلوقين. وراح اخذ فلفل رومي الوان، دجاج من العز سواء مسحب او انه مقطع او بتستخدموا الصاجيه. حطيت بعد ما صار لونه على بياض بصله، شويه ثوم، حطيت عليه بازيلا وجزر تقدروا تستغنوا عنهم، حطيت اللي هو الثلاث الوان. بعدين هلا هذول كلياتهم مع بعض بدهم دقيقتين ثلاثه. أوكي. تمام، بعدين ببلش اعطيهم المطيبات. هلا النكهه الاضافيه، هلا انت بتعرفي عندنا الكباب اللي هو بيجي مع الباذنجان، صح؟ هون ماخذين من نفس الفكره ومدخلين معها خضار. اخذت باذنجان قطعته مربعات وقليته، راح احطه بالاخر لانه مقلي ومستوي. اوكي، ما تحطوه ني. البهارات اللي راح احطها على وصفتي، راح طبعا ملح ساسي. تستخدموا اي نوع ملح ساسي انتم بتحبوه، سواء مثلا الملح هذا مدعم باليود، علبته لونها الزهر الكحليه. وعندي هون الملح البحري، طبعا كل ملح هو من البحر الميت، هتشوفوا انتم الاشي اللي عم نصورهم اياه. بتقدر تستخدموا هاي العلبه، الحلو فيها كثير تلبق لست البيت لانه فيها جزء بترشيه وجزء الثاني بتديري منه. تمام، في عندهم كمان ملح الهيمالايا برضه مليون بالميه. حطيت كميه ملح، انا ازيدهم شوي لانه حطيت كميه منيحه. رح اخذ من البهارات اللي هي من بهارات ابو خلدون كباتيلو المتوفره بكل الاسواق الهايبر ماركت والسوبر ماركت. رح اخذ بابريكا، ملح، فلفل اسود، وعندي بهارات مشكله. تمام، درتهم كلياتهم، كثير حطينا فلفل اسود. راح اخذ عشان نعطيها نكهه، هلا هن بالعاده بحطوا عليها يا دانا صلصه بندوره، معلقتين. تمام، وبحطوا معلقتين بشاميل او معلقتين حليب او معلقتين قشطه. صراحة أنا عشان أعطيها طعم لعن جد الكباب بحب أغير هيك أشقلب الوصفات أو أشقلب المواضيع، رح أحط عليها باربيكيو صوص بدل صلصة البندورة، تقريبا معلقتين ثلاثة. تمام، تعطي طعم مدخن لذيذ. وأنا بستخدم هذا الباربيكيو صوص من أمريكان جورمي، برضو متوفر في كل مكان. حبيت. طيب، تمام؟ عم بسألوكي ممكن نعمل نفس الوصفة بس باللحمة؟ طبعا 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 طبعا، هي كباب سلطاني بتعملوها بالجاج او بتعملوها باللحمه كثير بتزبط. هيك حشوتي صارت امورها تمام، اعيدها سريعا جدا جدا جدا. حطيت دجاج من العز مقطع كثير صغير، ضفت عليه بعد ما صار لونه بياض بصل، شويه ثوم، ضفت عليه فلفل الرومي، تقليبات كلهم مع بعض. انا خلص هيك امورهم لانه رح يفوتوا على الفرن، ما بدي اياهم يكونوا مستويين زي كاني عم بعمل حشوه طبخه. اوكي، تمام، زي لما تاكلوا الكباب او لما تاكلوا الدجاج بطريقه او اللحم المشويه. حطيت بازيلا وجزر، حطيت اللي هو الفلفل الملونه، حطيت عليها ملح، وحطيت بابريكا، بهارات مشكله وفلفل اسود. اخذت يا معلقتين صلصه بندوره يا معلقتين من الباربيكيو صوص، وانا حطيت باربيكيو صوص. الباذنجان المقلى حطيته بالاخر لانه هو مقلى. تمام، هاي الوصفه الحلو فيها كلفتها قليله لانك بتقدر تستخدمي اي نوع خضار عندك يا دانا بالبيت. بالضبط، اي شيء زايد عندك مثلا من قبل، مليون أي بالمية بده يبلش بده يدبل بتقدر انك تستخدمي، مليون بالمية، فبتعمل كميه فيها بركه.
تمام. من نعملها صوص خفيف عشان نحطه على الوجه تتحمر فيه، راح يكون داخل فيه كريمة. بتحطوا يا زيت زيتون يا زبدة المتوفر عندكم بالبيت أو حتى زيت شعبان. بدي أخذ معاه معلقة طحين، وعندي كريمة الطبخ اللي صار كتير ناس مجربينها وبعتوا لي قدي طعمها كتير طيب، لأنه إحنا بناخد هيك القوام السلس اللي ما بين جبنة كيري، المربعات اللي إحنا بنستخدمها ما بين الجبنة أو اللي هي كريمة الطبخ. فتخيلوا النكهة قدي رح تكون لذيذة، وما في داعي تضيفي أي مطيبات ولا شيء. خلص نكهة الجبنة منها وفيها حلو. فرح أستخدمها اليوم بالصوص بدل الحليب. تمام. راح اخذ معلقه ملح كمان، ملحاتي يا جماعه من ساسي. هلا انت بدك تعمليهم على شكل السرر؟ بدنا نعملهم سرر. اوكي. هلا هن بيجوا سرر وبسموه كباب السلطان، لانه بيعملوه بنكهه الكباب وبحشوه جوا السرر. أوكي. فبيكون هيك قال انه متكتك يعني، عارفه كيف؟ راح اخذ هون معلقه زيت زيتون او معلقه زبده، بس معلقه واحده، وراح احط عليهم من ساسي معلقة طحين، أحمصهم مع بعض، بعدين أضيف كريمة الطبق. قولي لنا يا ستي، أنت يومك بتنكد؟ أنا بحس إذا الصبح نكدت خلاص بضلني طول النهار متنكدة، ما بقدر إنه كتير أفصل. لازم أحكي لهم شوي عن حالي. يلا أحكي لنا. بطلع بكون زعلانة أياماً كتير الصبح. هو أكتر إشي الصبح بس فيه هو عشان متعودة أحكي مع أمي التليفون، فما بقدر هلأ، فبعز علي كتير الصراحة، فأكتر أيام بكون متضايقة الصبح. أوكي. المهم بصحى بزعل لي شوي، ببكي لي شويتين، بعدين انه بتصلي مش بفصل، بعطي لنفسي وقت، يعني بقول 3 دقائق 4 دقائق والله العظيم، لانه الانسان اذا بده يفوت بزعل وبكى وكذا بتحسي حالك خلص بتفوتي من قصه بتقدريش تطلعي منها. صح. بطلع على السياره بحط ميوزك وكاني انسانه ثانيه، انت فاهمه، ببلش خلص اخذ افكار ايجابيه واحكي مع حالي واغني مع كل شيء. حلو كل حلو شي. حلو يعني بتحاولي تفصلي بانك تطلعي لحالك وتسمعي اغاني حلوه. 100%. حلو. يلا طيب. بدنا نسمع منكم انتم مشاهدينا كيف بتحبوا انكم انتم تفصلوا، وايش الاشي اللي بخليكم انكم تفصلوا، وهل انتم من الاشخاص اصلا اللي بتقدروا انكم تفصلوا اذا اشي سملكم بدنكم باول النهار، بضلكم زعلانين خلال النهار كامل، ولا بتقدروا انكم تفصلوا؟ ابعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن. نرجع للصلصه تبعتنا. حشوتي جاهزه، الاصل انها تكون كتير بارده. أوكي. ما استخدمها وهي سخنه لانه رح نستخدم الكولاج. تمام. اوكي. بس احنا طبعا الحمد لله معنا وقت، بس تركتها تبرد، وعندي هون معلقه الطحين مع معلقه الزبده مع الكوكين كريم من كيري اللي صارت متوفره بكل الاسواق، بنصحكم تجربوها وتستخدموها كثير طيبه. هلا اللي عم بعمله هون راح يعطيني شغلتين، اللي هو الصوص اللي عملناه سريع. اول شيء ببطل محتاجه لجبنه موتزاريلا احطها على الوجه عشان تعطي لون حلو مميز، وثاني شيء اخذت نكهه زياده على السرر. حلو. فعشان هيك اللي هو يسمى كباب سلطاني تركي راقي، خلينا نقول. حلو. تمام. اقرأي شوي بس عشان قبل ما احرك الصوص بس بال يلا. في عنا اخلاص عم بتقول صباحكم ورد ياسمين، ما شاء الله عليكم دائما متألقات، وانا لما بزعل بقرا قران وبصير احسن. وفي عنا ايش بتعمل؟ ما سمعت. تقرا قران. ما شاء الله طبعا. وفي عنا كمان سهى عم بتقول يعطيكم ألف عافية، شوف امتياز مبدعة دايما. أنا إذا صار معاي موقف الصبح وأزعجني بالأول بكون متضايقة، بس بعد هيك بهدى وبتعامل مع الأمور بكل بساطة وما بخليه يأثر علي. ممتاز ممتاز والله. برافو برافو. اللي ما بيسيطر عليهم الحزن هيك لفترات طويلة شطورين. طيب أنا خلصت وصفاتي. الصوص هذا شوفوا بدي إياه سميك شوي عشان ما بدي أحط جبنة موتزاريلا، بتقدروا تحطوا إذا بدكم عشان اللون زيادة والطعم، بس خلص حطيت عليها فقط رشة ملح، ما رح نكهها بولا إشي تاني. تمام؟ حلو تمام. طيب رح نعمل إشي خلال الفاصل؟ ولا إشي خلاص، بس هلأ بدي أبلش أعمل السرر ورح أورجيهم بعد الفاصل كيف نشكلهم. يلا إذا خليكم معنا، رح نطلع لفاصل صغير، من بعد الفاصل بنرجع لنكمل السرر، خليكم معنا. رجعنا لكم بعد الفاصل لنكمل باقي وصفاتنا لليوم. أول وصفة كانت سرر الكباب التركية. خلينا نرجع للشيف امتياز ونشوف كيف عم تعمل لنا السرر خطوة بخطوة. إيش يا شيف؟ والله عجينة الكولاج اللي جبتها، أي نوع عجينة أنتوا بتحبوا تستخدموها، بتجيبوها بتقطعوها من النص. تمام. أنا قطعتها هيك صارت، هي كلياتها كانت هي قطعة واحدة زي هيك. أوكي. تمام شايفة، بعدين هي كانت قطعة واحدة زي هيك وفيها طبقات، أنا أخذت وبعدين قصيتها من النص عشان بدي أعملها عادي زي كأني بعمل سرر. هلأ السرر الرز والفريكة وهدول التفاصيل اللي عملت لكم إياهم قبل، أنا الصراحة بحب أعملهم كتير بالعجينة البافستري. أوكي. بس هاي أطيب بالكولاج لأنه النكهة تبعتها اللي بتاخدها كتير أطيب.
عرفتي كيف؟ كل واحدة بحط قطعتين من الكولاج. العجينة بفضل الحشوة عفوا بفضل انها تكون كتير باردة او انها باردة عشان ما تفتفت العجينة. بس احنا هون الحمد لله فريزر فما بنحتاج نستنى عليها كتير دغري. يعني تكون دافية ما تكونش كتير سخنة. كتير سخنة بتقطع العجينة شو ما كان نوع العجينة، مش شرط تكون عجينة الكولاج. هذا اعطيكم فكرة كتير حلوة رح اعملكم اياها برمضان بهاي الفكرة اللي انا عم بعملها هلا. خبز دشراك دخلوه كتير بدل الكولاج. خبز دشراك يا جماعة كنز كنز. والله كنز. تخيلوا قد ايه بتطلع طيبة لما تحطوا خبز دشراك. بكون تحطوا طبقتين من خبز الشراك. المهم انا عملتها زي السره بصحن دائري، اخذت ثلاث طبقات من عجينه الكولاج بالصحن. يعني انا بحط مثلا هدول تنتين، هاي وحده لا هاي وحده، بحطهم مع بعض عشان انه يكون في طبقه كولاج تتحمل الحشوه اللي بدي اضيفها. بضغط عليها بالصحن وبجيب وحده ثانيه بالعكس. الحشوه كمان كثير زاكيه. الباربيكيو صوص صراحه، الباربيكيو صوص يا جماعه كثير بيعطي نكهه. بدكم تشووا التبلو جاج، التبلو لحمه، الباربيكيو صوص شيء كثير فخم. خمس دقائق. طب اعطينا الوصفه الثانيه لانه هدول انا خلصتهم بس عم بعملهم كسرر. فاعطينا وصفتنا التاليه قبل ما اشكل. تبعت اللحم المفرومه. اللحم المفروم التورتيلا. يلا للكسادية المفرومة رح نحتاج لخبز التورتيلا، رح نحتاج لنص كيلو لحمة مفرومة، بصلة مفرومة، فلفل رومي، معلقة كبيرة ثوم مهروس وبابريكا، رح نحتاج لربع كوب كريمة من كيري، رح نحتاج لجبنة تشادر وجبنة موتزاريلا. اليوم انقلبت الموازين. كباب اسمها كباب وعملناها بالجاج، وكسادية الجاج عملناها باللحمة. لا ما هو استني لحظة شوي عشان نصلح معلومتك، لأنه معلومتك مع الأسف خاطئة. ليه؟ الكباب بيزبط باللحمة وبيزبط بالجاج. الكباب هلا اليوم العز أوكي. عندهم كباب بجنن من الجاج. أوكي. فهو ما دخل، هو اسمه كباب اللي هي التتبيل وطريقة التحضير على الفحم. أوكي أوكي. بس هو كباب. بس الكسادية الجاج عملناها باللحمة المفرومة. لا الكسادية كمان في لحمة وفي دجاج. فيعني لا تحكي لهم مش حرام، معلومات غير صحيحة. طيب ماشي خلص ها. طيب احنا هيك خلصنا الافكار اللي بدنا اياها من السرر يا دانا. بتقدري تعالي هون عشان امسح بدأ. انا كل شيء اوكي. وقد ايه بدهم وقت هلا بالفرن السرر؟ لا قبل ما نحط السرر هلا بالعاده احنا شو بنعمل بالسرر؟ بندهنهم بشويه زبده، بندهنهم بشويه زيت وبنحطهم بالفرن. اوكي. احنا قلنا انه هدول الاتراك عاملينها اكله راقيه على اساس فيعني ومتكتك، عشان هيك سموها الكباب السلطان، يعني مش بتتقدمش لاي حدا. اوكي. فانا بدل ما احط زي ما حكينا الزبده رح ناخد الصوص اللي حضرناه من الكريمة. أنا حطيته مع ورق زبدة عشان قلنا نعطيها قرمشة وطعم ولون. تمام. رح أخد من الصوص اللي أنا حضرته من كريمة الطبخ من كريم وأحطها بالفرن. كل شيء فيها مستوي، مش رح تاخد معي أكثر من 10 دقائق. بدي إياها تاخد لون حلو كتكوت من تحت ولون من فوق. بس ما احلاه. بس تخيلوا النكهات مع بعض قد ايه راح تكون خلق. ولهم الاتراك اشطر منا يعمل وصفات واحنا ما ناخذها. لا لا ما حدا لا. احسن من حدا. احنا كله بناخده. طيب بدنا ندخلها على الفرن، هي 10 دقائق بالضبط بتكون جاهزه. حبيت اقرأي لنا منهم شوي عشان نبلش من الوصفات. يلا بس بدنا نرجع نذكرهم انه احنا لايف معكم عبر صفحتنا على فيسبوك على عمان تي في كيتشن. وكمان بدي اياكم تحكوا لنا هل انتم من الاشخاص اللي اذا في شيء سملكم بدنكم الصبح بتضلكم مكملين خلال النهار، ولا خلص بتقدروا انكم تفصلوا؟ وشو الطريقه اللي بتحبوا انكم تفصلوا فيها؟ بتحبوا تطلعوا لحالكم بالسياره تسمعوا اغاني؟ بتحبوا تحكوا تليفون مع حدا معين؟ انتم احكوا لنا. او بتحبوا تحطوا راسكم وتناموا كمان مثل علي حكى شيء كثير منيح. الشباب طريقه تعبيرهم عن الزعل او اذا يوم منكد غير طريقه تعبيرنا. احنا الدراما كل شيء بيحسسنا بعدين، كل شيء بيزعلنا، كل شيء ببكينا. بس الشباب بقول لك بتقولي له مالك شيء؟ لا ولا شيء. بكون عارفين انه مطاش مع مرته الصبح فاهمه، بس بنمرقها بنمرقها. فعشان هيك شاركوا معنا واحكوا لنا شو رايكم بهذا الموضوع، وكيف مين انتم من الاشخاص، يعني من الاشخاص اللي بتناموا، من الاشخاص اللي بتطلعوا بتسمعوا اغاني، من الاشخاص اللي بتضلكم منكدين طول النهار، ابعتوا لنا. في عنا عطاف عم بتقول يعطيكم الف عافيه، انا من الاشخاص اللي اذا شيء سمل لي بدني الصبح بضل مكمله طول النهار وما بقدر اني افصل. احنا البنات بنحاول انه نفصل يا عطاف. لا والله دور على واحد ايش يروح يسمل له بدنه. تسم بدنه ليه يا حرامك؟ حرام عليك والله يا دانا، الحياه صعبه. والله صعبه بس الطبخ ما في شيء صعب مع الشيف امتياز، كل شيء سهل. لا سامع محمد قطيش بقول لك بلشت لي الدراما. هيك احنا البنات حساسين شوي، ليه ما عم بيستوعبوا هذا الموضوع علينا الشباب؟
بس يعني عم بحس ان هيك شوي عم بنصير اهون. لا هو كل ما كبرتي خلص قلبك بنطفى. قلبك بنطفى. طيب نعمل وصفتنا هاي الثانيه وصفه سريعه كثير، وكمان احنا عم ناخذ افكار تزبط معنا فطور، تزبط معنا اكلات سهله وسريعه، وبنفس الوقت افكار للسحور. تمام. الكسديه من الافكار اللي كثير حلوه، خصوصا اذا زاد عندك لحمه معصجه. اذا اللي هي اللحمه بنكون مقليينها بنحشي فيها كبه، بنحشي شيش برك. احنا عندنا حلقه كثير حلوه لهذا الموضوع ان شاء الله، اللي هي هاي اللحمه بناخذها بنرجع نشكلها بوصفه ثانيه. اول شيء هون حطيت اللحمه، اللحم بحب اضيف لها بصل يكون مبشور عشان ما يبين بالسندويشه، لما ياكلوها الاولاد او ياكلها حدا ما يحسش كثير بطعم البصل. وبعدين راح اخذ شوي من الثوم. هاي الفكره كثير حلوه، شوفوا كل وصفاتي اليوم ما حضرت منها ولا شيء، كلياته اليوم ان شاء الله راح يجهز هون خلال الحلقه بطريقه كثير حلوه. بس كون وصفتي سريعه وطويله ويعني وسهله قصدي، انا ما بدي استخدم الجريل هالمره، رح استخدم القلاية الجريل اللي بتيجي هيك. هاي نوعها رويال. اوكي هاي موجوده بدريم هوم، كثير بحبها. طلعي هذا الشبك عشان يوزع الحراره. ميلت لكم على دريم هوم اللي صح حلوه. شوفي خلص كانه في ناس كثير بتحبش موضوع الجريل عشان بتوسخ وبنحرق وبتقعدي تنطفي فيه بطريقه كثير صعبه. بس هاي القلاية كثير ممتازه. خلص بالفاينل هلا بدي اورجيكم كيف رح ينزل منها كثير دهون وبالفاينل مسحيهم. طيب قبل الفاصل حطينا اللحمه المفرومه تغير لونها، حطينا البصلات، حطينا شويه ثوم، وبدي اخذ شويه فلفل رومي مش كثير، بدي اللحمه تكون الاساس هي الطاغيه، وبدي اخذ ملح، بابريكا، وفلفل اسود. بتقدر تحطوا عليها بهارات مكسيكيه، بس بدي اورجيكم كيف نخلي طعمها احنا كثير طيب. فلفل اسود، شوي بهارات مشكله عشان اعطيها نكهه مميزه. بالعاده بحط شويه كريمه، بحط صلصه بندوره. اليوم عم نقلب كل الموازين عشان يطلع الاكل طعمه كثير اطيب. راح اخذ كريمه الطبخ من كيري، مش كثير، بدي تقريبا ربع كوبايه عشان تكون شوي جوسي الحشوه عندي. وراح اخذ باربيكيو صوص. واو. بدي الحشوه تكون شبه ناشفه، بديش اياها تكون سائله، فما حطيتش كميه كثير. اوكي تمام. بعد الفاصل خلاص جاهز نبلش نشكل فيها، نعمل السندويشات وبنفرجيكم كمان كيف رح يطلعوا معنا الصرر. رح نطلع لفاصل راس الساعه، من بعد الفاصل رح نرجع لنكمل معاكم. ما تنسوا تفوتوا على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن، تعملوا لايك وشير للحلقه. فاصل وراجع. رجعنا لكم لنكمل باقي وصفاتنا لليوم. زي ما انتم شايفين ولا شيء كان جاهز عندنا خلال هالساعه. رح تشوفوا سفره ولا اروع من هيك، وما بقدر اوصف لكم قد ايه ريحه الاشياء بالمطبخ هون بتشهي. ريحه الباربيكيو مع الكريمه مع هيك الفرن مع الجبنه اللي ما بتشوفوها هيك سايحه، يعني اشياء بتشهي. لازم كلياتكم تقوموا على المطبخ اليوم وتعملوا هالوصفات اللي محضرت لنا اياهم الشيف امتياز. بدي اذكركم كمان انه احنا معكم لايف عبر صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كيتشن. اذا عندكم اي اسئله اي استفسارات ابعثوا لنا اياها. كمان احكوا لنا هل انتم من الاشخاص اللي اذا شيء سم لكم بدنكم باول النهار بتضلكم منكدين خلال النهار، ولا بتقدروا انكم تفصلوا؟ ابعثوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك. شو يا شيف، شو هالسندويشات الحلوه هاي؟ والله ستي العزيزه هاي من اطيب الوصفات والافكار. اول شيء حطيت شوي من صوص الباربيكيو، ضفت عليها من اللحم اللي حضرناها اللحم المفرومه، ضفت عليها جبنه شيدر. جبنه الشيدر عشان نعطي نكهه ونعطي مطه للسندويش بطريقه حلوه. اخذت مقلايتي اللي قلت لكم هاي جبتها من دريم هوم، كثير بحب انها تكون موجوده. ستيك جاج هي طبعا لازم تقرأوا عليها نوعها الرويال. بدي احط عليها السندويشات اللي عم بحضرها. انا مستخدمه خبز التورتيلا. مش انحرقت. بلشت نار مثل النار. لا امورها ممتازه، بس تقلبها على الجهه الثانيه. تمام. مره ثانيه واحده ثانيه على السريع. بس خليني طيب قبل ما تبلشي تعملي لنا اياها، شو رايك تشوفي لنا الصوره شو صار فيهم؟ لا تخيلي هدول ينحرقوا. هلا انحرقت وحده مش مشكله. لا مش مشكله هاي، اما هدولاك مو اليوم قمه المشاكل مليون بالمية. مش مشكله. طيب بس بدي اخذ اورجيهم شويه باربيكيو صوص، شوي من اللحم المفرومه. هدول السندويشات للسحور بيجننوا. شوي من جبنه التشيدر عشان نعطي مطه ونكهه زياده. تمام. وبعدين بنسكرها هيك. انا سندويشاتي خلص امورها تمام 100%. وبحط قاعده معلقتين زيت زيتون او معلقه زيت شعبان، وبعدين ببلش اقدم فيهم. حطيت شوي زياده من الباربيكيو صوص عشان اقطعهم واقدمهم بطريقه حلوه. حلو. تمام تمام التمام. في عنا ام عادل النملي عم تقول مساء الورد والياسمين لدانا وشيف امتياز. بدي اعيد على بنتي رانيا بعيد ميلادها امبارح، العمر كله بنوتي الحلوه، ونحن كمان بنعايد عليها. كل عام وهي بالف خير ان شاء الله. طيب عشان هيك من النص شوفوا كيف مقرمشين هيهم.
طلعوا كيف بيكونوا من جوا، بس انا عشان هيهم. واو تخيلوا قد ايه رح يكونوا طلعوا عن جد، فكرتهم حلوه ولذيذه وسريعه. تمام. وبعدين كبار وصغار بحبوها، فزي ما حكت الشيف امتياز انها فكره للسحور اكثر من رائعه. مليون بالميه. اوكي بس بدي ارجع الموضوع جدا جدا، وبقدروا الناس اللي ما عندهم خبزنا او خبز التورتيلا بقدروا يستخدموا خبز الصاج اللي خميل شوي عن خبز الشراب. طيب انا هيك وصفاتي تقريبا خلصت، اورجيكم هدول طلعوا تحفه خلص، ما بدي اعطيهم لون اكثر من هيك عشان تتخيلوا كيف عملناهم بكثير بسرعه وجهزوا معنا بكثير بسرعه. طلعوا ما شاء الله، انا حابه لونهم هيك. انتم بالبيت بتحبوا تحمروهم عن هيك اكثر مش غلط. اوكي افتح لك واحده بس انقلهم على الصحن هلا عشان سخنين ومش حقدر انقلها بعد ما افتحها. اول شيء بنقلهم بعدين نفتحهم. مليون مليون. يلا ناخذ وصفه الحلو كمان اللي رح تجهز معاكم خلال ساعه، بس احنا رح تشكلها كلها وتجهز معانا هلا هون بالحلقه. يلا يلا. لحلو التوست بالكريم كراميل رح نحتاج لخبز توست، 2 مغلف كريم كراميل، ومعلقتين كبار كريمه، علبه قشطه، 2 كوب كريمه خفق، و12 مكعب جبنه كيري. لما بتبلش الشيف امتياز تنقل لي الاغراض هون شو معناته؟ معناته انت رح تعمليهم مليون بالميه. بدي اكمل لكم سندويشات الكسديه باللحمه المفرومه، زي ما حكت الشيف امتياز باول الحلقه ممكن نعملها بالدجاج ممكن نعملها باللحمه، بس احنا من باب التغيير عملناها باللحمه المفرومه. وهلا بدنا نكمل السندويشات، والشيف امتياز راح تعمل لنا طبق الحلو. انا اول ما شفت التوت وكريم كراميل بقولت للشيف امتياز عيش السرايا شكله. لا. قالت لي لا لا شيء قريب بس لا مش عيش السرايا ابدا، مو عيش السرايا، هي وصفه بتشبهها ولكن بطريقه مختلفه. تمام راح اخلي دانا تكمل لنا السندويشات عشان انا اسكب هدول، وناخذ اسهل واسرع طريقه لحلى بارد، كونه هلا راح ننتقل كمان للحلويات البارده والحلويات الشرقيه لرمضان. مبدئيا بدي اجيب خبز توست. اي نوع انتم بتحبوه؟ بتحبوا تجيبوا من المخبز، بتحبوا تجيبوا بالحليب، اي نوع انتم بتحبوه. اخذت الحواف تبعونه وقطعتهم وحطيته بدون الحواف. أوكي. اوكي يفضل انكم تتركوه مربع زي ما هو عشان لما نيجي تقصيها للقطعه الحلو رح نطلعها تكون كلها مربعه قطع حلوه. عرفتي كيف؟ بدنا نسقيه طبعا بصوص ما بتحمص، مش نفس مبدا عش السرايا. ما رح نحمصه، رح اخذ 4 كوبايات من الحليب او كوبايتين من الحليب مع كوبايتين عفوا كوبايتين من الحليب مع كوبايتين من الكريم كراميل. أوكي. اللي احنا متعودين نعمله بالطريقه المعتاده، يعني اللي اخذهم احركهم كثير منيح واعطيهم غلوه على النار. تمام ناخذ هاي السندويشه كمان خلص امورها تمام. هلا هيك بكون عندي الاساس البيس اللي هو حكينا عنه اللي هو الخبز التوست، صفطته بصينيه بايركس، والخبز كمان عملت طبقتين مش طبقه واحده يا دانا. اوكي تمام. هي شوفوا السندويشات عم تتشكل معنا طريقه حلوه. قبل ما تشكل دانا واحده بنحطها هيها هون. طيب اخذت الخبز. ايوه نسلم ايديكي. هيها ما تنسوا تدهنوا المقلايه، الحراره ما تكون عاليه، الحراره تكون وسط عشان تدوب معي الجبنه. اوكي خليني اخذ بس هاي عشان انزلهم بالصحن اورجيكم، نفتح واحده اورجيكم اياها من جوا كيف راح تكون. عمركم شفتوا مخرج بيعجزني غير علي؟ والله لا بس صراحه يعني شكلهم قبل ما نفتحها بجنن حبيبتي، فما بالك هلا بس نفتحها ونشوف كيف ال كلهم ليش كلهم ليش لا خلاص بس طلعوا كيف الصوص اللي حضرناه من الكريمه، كاني حاطه جبنه ما احتاج ولا شيء. تاخذوهم على صحون التقديم، فكرتهم حلوه وسهله. هي الكولاج عندي شايفينه مستوي مقرمش، شايفين كيف؟ خلينا ناخذ هاي للجانب شوي عشان نشوفوهم. وما في داعي تقدموهم، هن وصفه كامله متكامله وتغيير برضو عن الافكار اللي احنا متعودين عليها في البيت. صح. تمام اخذتهم هيهم كلهم، اشيل الصينية من قدامي، هي شلتها باي صارت باردة. يلا انا بدي احط لك هاي هون. تمام بلش سندويشاتنا، نفتح لهم واحدة يا علي بعدين بنزين الصحن واحنا بالفاصل. يلا نورجيهم واحدة من جوا كيف رح تكون. ما شاء الله طلعوا واو طلعوا، بس لانها مقرمشة العجينة عشان اقدر افتحها كثير منيح. طلعوا هاي الحشوة، هي ريحة الحشوة بتجنن عن جد، ريحة الحشوة عن جد حلوة. تمام والله انك ما بدي اقلب لكم اياها هيك واشيل هذا عشان تقدروا تشوفوها. هيها
هاي الحشوة اللي حطيناها كباب السلطان التركي، من الأفكار اللي بحب كتير نقدمها ونغيرها في البيت. أخذ بس شوية نعناع أنا يا علي وأحطه بس هون هيك تغيير. بحب النعناع. بتحب تزين فيه؟ عن جد لونه بيطلع حلو صح؟ ولا وكتير ريحته حلوة. لا ليش ميرمية نعناع كويس. طيب شو صار بأيوة بالسندويشات تبعوني؟ تمام ناخدهم نكمل الحلو على السريع لأن الحلو تبعنا عن جد سهل وكتير سريع. وهدول السرر عن جد أنا عم باخد أفكار سريعة وبسيطة وبتعمل كمية كتير منيحة. طيب نرجع للحلو تبعنا. أخذنا طبقتين من خبز التوست، صفتهم بصينية بايركس أو أي صينية بحب أقدم فيها لأنه رح نقدم بنفس الصينية اللي عم نعمل فيها. قبل ما تغلي عنا لهون كوبايتين من الحليب معهم باكيتين كريم كراميل، بتقدروا تكتفوا بباكيت واحد إذا أنتوا بتحبوا. نعمل الصوص أو نعمل طبقة الحلق اللي فوق. أوكي. اللي هي أسهل إشي في الكرة الأرضية. خلاص أنتوا جيبوا كيري ومشوا أموركم. تمام؟ تكون أموركم ممتازة مليون بالمئة. أول إشي كيري بتاخدوا مربعات إذا أنا حطيت لكم 12 بالعيار، أو بتقدروا تاخدوا من العلب هدول اللي وزنهم 200 جرام. نفس الفكرة ونفس النتيجة، بس هو زي ما أنتوا بتحبوا أو زي ما أنتوا متوفر عندكم. رح أخد علبة وأحط عليها قشطة علبة، برضو أي نوع علبة أو أي نوع قشطة أنتم متعودين عليها. تمام. إذا بتستخدموا قشطة الجيمر بدكم تاخدوا باكيتين مش باكيت واحد. تمام. أوكي. بدون سكر ما منضيف ولا إشي. أخفقهم مع بعض خفقة سريعة. تمام. أوكي. أنا خلص هون الحليب. الحليب اللي مستخدميته لازم أقولكم أن أنا استخدمت حليب إنجوي الباودر. أخذت 3 معالق حطيتهم على كوباية من الحليب وحطيت عليهم الكريم كراميل. باخده خلاص عطاني أول غلوة بسقي فيه خبز التوست. اتفقنا. بعدين بدخلها على التلاجة تبرد عشان التوست يتشرب تماما معاي الكريم كراميل اللي أنا استخدمته. هاي الوصفة كتير حلوة. تمام. هيك تمام. خلصت أنا الطبقة الأولى. تمام. هي كانت خبز توست مع الكريم كراميل. الطبقة الثانية كانت عبارة عن جبنة كيري كريم، حطيت عليها قشطة خفقتهم مع بعض، ورح أضيف يا كريمة باودر وأعملها زي ما هو مكتوب عليها يا كريمة سائلة للحلويات، وأنا استخدمت الكريمة السائلة للحلويات. بخفقهم كلهم مع بعض يا دانا. أوكي. تمام. أوكي. بعد الفاصل بتكون هاي شوي لازم تكون باردة عشان ما تفرط معي الطبقة اللي حضرتها لما أحطها. أوكي. إذا رح نتركها شوي عبين ما نطلع على فاصل. مليون من بعد بالمئة. الفاصل بنرجع لنفرجيكم كيف رح تطلع معانا نتيجة نهائية من الطبقات تبعت حلو الكريم كراميل، فرجيكم كيف رح تطلع معانا كمان السفرة بالنتيجة النهائية من سندويشات الصرر وبعدين طبق الحلو. خليكم معنا. رجعنا لكم بعد الفاصل بآخر جزء من حلقتنا لحتى نفرجيكم كيف رح تطلع معنا السفرة بالنتيجة النهائية. أول الحلقة كانت سفرتنا فاضية، كل الوصفات اللي عملنا لكم إياها اليوم كانت بخلال هالساعة اللي إحنا معكم فيها على الهواء. أبدعت الشيف امتياز كالعادة. بدنا نرجع لعندها ونشوف طبق الحلو كيف عملت لنا إياه. هيك سريعا نرجع نعيد وإنتوا عم تتفرجوا على هالسندويشات اللي بتشهي كسدية اللحمة المفرومة. شو يا شيف؟ قبل ما ارجع احكي لهم عن الوصفات اللي عملناها السريعه، بس بتعرفوا انا هاي القلايه لازم تروح تاخذوا زيها من دريم هوم، بس ولا شيء بتمسحوها هيك جد ولا شيء بتستخدموها مره ثانيه ولا من غير جلي. علي راح اهديك بعيد ميلادك واحده زيها. الله والله يعني لك يا علي. الحمد لله انه راح. ليل الحمد لله انه راح عيد ميلادك. عجينة حاضر من عيوني التنتين، عجينة السمبوسك اللي بستخدمها حاضر. هاي بسيطة. طيب احنا وصفتنا الحلو كانت كتير سهلة كتير سريعة. جبنا خبز التوست حطيناه من الحواف تبعونه البنيين، بعدين حطينا بطنجرة على النار تقريبا كوبايتين من الحليب، حطينا باكيتين من كريم كراميل. اول غلوة سقيته تركته يبرد في الثلاجة عشان يشرب الخبز كل الكريم كراميل. اوكي. الطبقة الثانية كانت عبارة عن جبنة كيري، حطيت معها قشطة، حطيت معها اللي هو كريمة الحلويات السائلة، او بتقدروا تستخدموا كريمة اللي هي الويب اللي الباودر. اوكي. بتعملوها نفس عيارها وبتحطوها فوق الخلطه. اوكي. كلها لازم تفوت على الثلاجه شي ساعتين 3 ساعات، لازم تاكليها بارده.
أوكي. ما بزبط تاكليها ساخنه بعدين بس بدك تيجي تقدميها يعني انا شوفي عشان بستخدم الكريمه الحلويات السائله بتعطي نتيجه ممتازه وبتجمد معانا الطبقه كثير اسرع بس ما بصير ناكلها سخن ابدا حبيت. لازم تكون بارده بقطعها تمام بعدين بالطول بعدين بالعرض بعدين بتزينوها ضروري تفوت ثلاجة من الحلويات السهله اللذيذه جدا وراح تستغربوا طعمها قد ايه خرافي الصراحه حبيت ما ان اليوم احنا مش عاملين بوصفاتنا رز بدي اذكركم بانه رز تايجر عاملين حمله بخلال هاي الفتره حمله جديده ودائما بربحونا جوائز كثيره عاملين رح تفوزوا معاهم 999 دينار شهريا و99 دينار يوميا كل اللي عليكم تعملوه انكم تشتروا رز تايجر وبيطلع عندكم ورقه صغيره بكيس الرز بتاخذوا هاي الورقه او الكوبون هذا وبتحطوا الرقم اللي موجود عليه على صفحتهم على الفيسبوك او على الانستغرام وهيك بدخل اسمكم على السحب وان شاء الله انه هالجوائز وهال يعني الجائزه النقديه بتكون من حظكم انتم مصعب زميلنا بيحكي انه هو ربح تايجر سامعته بيحكي واو لا وفي كمان سكر شعبان فاذا ما ربحوا مع عرس تايجر في كمان مع سكر شعبان برضه جوائز يوميه وجوائز شهريه فكل اللي عليكم تعملوه انكم تدوروا على هالكوبون لما بتشتروا الكيس وبعدين تدخلوا هذا الرقم اللي موجود عليه الطريقه كثير سهله وان شاء الله انه الكل بيربح معاهم ان شاء الله يا رب ودائما هلا احنا عم نحضر مونت ايه رمضان احنا دائما بنحضر مونة رمضان قبل رمضان فبدي احط لكم على انستغرام فيديو هيك سريع عن اهم الاشياء لازم تكون موجوده بالبيت ما في داعي تشتروها واهم المفرزات لازم نعملها غير السمبوسك طبعا اشياء بتخفف عنا بالمطبخ في رمضان زينتها بالفستق الحلبي المقطع وحطيت لكم على انستغرام انا من وين اشتريته ولقيته واخيرا انا كنت بجيبه من برا وكنت دائما بس حد يبعث لي ما اجاوب صراحه لانه بجيبه من السعوديه اوكي بس لقيت لكم مكان تقدر تشتروا منه هذا الفستق الحلبي اللي مقطع شرائح او ارباع هلا برجع بحط لكم على انستغرام من وين جبته زينته بالورد بتقدر تزينوها باي شيء بدكم اياها بس انا شايفيتها وصفه هيك طالعه سهله سريعه بسيطه خرافيه وهلا بدنا نحطها بالثلاجه قد ايه بدها وقت بالثلاجه بدها ساعتين ثلاثه حكينا ساعتين بس لتجمد تماما وتبرد تمام تطلع معاكم بس تقطعوها طبقه واحده هيك وصفاتي هون نحطها خلصت وصفات خفيفه اليوم سريعه بسيطه عملنا اللي هي سرر الكباب التركيه اللي هي بسموها سرر السلطان بالجاج عملنا الكسديه باللحمه المفرومه سندويشات تزبط السحور تزبط فطور وعملنا الحلق خبز التوست السريع بجبنه كيري سلم ايديك على هالوصفات لكل الاشخاص اللي ما لحقوا انهم يتابعونا ويشوفوا هالوصفات كيف حضرت لنا اياهم الشيف امتياز تقدروا ترجعوا تفتحوا على صفحتنا على الفيسبوك وترجعوا تعيدوا الحلقه من بدايتها واكيد كمان كل وصفاتنا سواء كانت بحلقه اليوم او بالحلقات السابقه بتلاقوها موجوده على قناتنا على اليوتيوب بتمنى لكم بقيه نهار حلوه بتضلوا بالف خير الى اللقاء